رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يلتقي قداسة الحبر الأعظم في الفاتيكان، وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من روما الزميل جوني تانيوس. جوني أهلا بك. يعني الساعة المنتظرة تقترب، غدا يتسلم البابا البطريرك من البابا الشارة الكاردينالية، كيف تتم الاستعدادات وماذا عن لقاءات رئيس الجمهورية هناك؟ نعم شاطر، يعني يمكن القول ان روما تشهد حركه لبنانيه ناشطه، ان كان من خلال اللقاءات التي تجرى او من خلال المظاهر الاحتفاليه والتحضيرات لتسلم البطريرك الماروني الشارة الكاردينالية قبل ظهر يوم غد السبت من قداسة البابا الحبر الأعظم. اليوم رئيس الجمهورية عماد ميشيل سليمان التقى قداسة الحبر الأعظم في الفاتيكان، ومن المفترض بعد وقت من الآن، وقت قليل من الآن، أن يزور المدرسة المارونية حيث سيلتقي البطريرك الماروني مارشارة بطرس الراعي. من المفترض ايضا او على الارجح ايضا ان يلتقي البطريرك الراعي رئيس الجمهوريه الى مائده الغداء، بعدما كان البطريرك الراعي زار رئيس الجمهوريه يوم امس في مقر اقامته. في لائحه ايضا النشاطات اللبنانيه في هذا اليوم في روما في العاصمه الايطاليه، عند السادسة من مساء هذا اليوم بتوقيت العاصمة الإيطالية أي السابعة بتوقيت بيروت، تقيم السفارة اللبنانية حفل استقبال على شرف البطريرك الماروني، يحضره أيضا رئيس الجمهورية. من المتوقع في هذا الحفل أن يكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية أيضا، وأيضا كلمة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن بعدها يقيم السيد سركيس يعني باسم يعني باسم التجمع الماروني يقيم مأدبة عشاء على شرف البطريرك الماروني مساء هذا اليوم. هذه هي يعني أبرز النشاطات اللبنانية في العاصمة الإيطالية روما لهذا اليوم. إذا رئيس الجمهورية من المفترض أنه يلتقي البطريرك الراعي في المدرسة المارونية، ومساء سيكون هناك حفل الاستقبال في السفارة اللبنانية الذي يحضره رئيس الجمهورية، وأيضا العشاء الذي يقيمه السيد سركيس. سركيس علما أن البطريرك الماروني كان يوم أمس أيضا شارك في عشاء أقامه على شرفه النائب والوزير السابق فريد هيثم الخزن، وكان استهل البطريرك الماروني نشاطه في العاصمة الإيطالية بلقاء مع الإعلاميين في المدرسة الماروني، تحدث فيه عن مجمل التطورات، كان عن المحكمة الدولية أو حتى عن الانتخابات النيابية، عن الوضع الأمني وغيرها من الملفات والمسائل الشائكة. هذه هي أجواء روما وأجواء زيارة البطريرك الماروني إلى روما. يعني بانتظار يوم غد سنواكب معك جوني ومع فريق الام تي في روما كل التفاصيل وكل اللقاءات.